مبدأ أو يعني قاعدة عندي إن حارس المرمى أنت وظيفتك أو نجوميتك والحارس المميز اللي يمنع الأهداف. أنا وجهة نظري كذي، يمكن كثير يختلف معي، يعني أي هدف يدخل على حارس المرمى أنا كذي، حتى لو بلنتي حتى لو يتحمل حارس المرمى. أنت ست أهداف تحملهم الحرس؟ لا لا، أنا كنت كذي والله يا عزيزي، يعني لما أي هدف يدخل مرمى فألوم نفسي، أقول أنا وظيفتي إني أمنع الهدف. إذا مو خطأ، ما لي شغل والله عزيز، أنا كذي أنا دائما خطأ مو خطأ. أنت أقول أنت تصرف، عادتك هذه أنا يقصد عنصر البراعة ما كان موجود. إيه أنا أقول حارس مارع يعني من كرة 90% صعبة يطلع يعني، هذه البراعة عند حارس المرمى. يعني شوف، ممكن قاعد أسولف مع فلاح حتى في البلنتي، أقول إذا حارس مرمى إذا رحت نفس الزاوية واجبك نفسها. إيه صح، أنا هذا أتفق مع نواف، يعني إذا أنت رحت نفس الزاوية بنفس اللاعب اللي يلعبها وما صديتها فهذا القصور من الحارس مو من اللاعب. طيب طبعا هذه التفاصيل ما يفهم الحراس، إن قاعد يطلعونه بطريقة غريبة.